فاتت علينا سنين سنين عجاف. هذيك السنين الفاتت سنين تعبتنا حيل من العطش. قلت الحمد لله الأمطار خير من الله والسدود امتلت وبساتيننا رجعت كما هي. الوضع يعني كلش تمام والأمطار خير سنة خير خوش مطر ورجعت حواصلنا يعني أحسن الفواكه أحسن البرتقال أحسن التمور النوعيات كلها درجة أولى. بس نطلب إحنا شيء من الدولة يعني إنه تحافظنا على هاي المياه وتزودنا بالمبيدات تزودنا بالأسمدة زارعين برتقال زارعين نخل تمور يعني صيفي آلو. والله أنا عندي الحمد لله عندي كمية من النخل وعندي فواكه والله السنة تبشر خير عندي. يعني ما أقول لك ما عندي بس لا عندي شجر الحمد لله خير والله مكتفي ذاتيا وكل أنواع الشجر زارع بالبيت الحمد لله. السنة شايلة حمل وتصدق تأذى بالهواء بس الرزق بين من ثمرة ثمرة زينة وخير من الله. الله والمطر إلى دور والخزين الماية نتوسم من الحكومة تراعينا بالمية تحفظ لنا المية السنة الجاية للأخرى يسوي لها طريقة. يعني مياهنا دا تروح هدر كثيرة مشاريعنا ما مبطنة مشاريعنا ما عليها ذيك المتابعة. أكو متابعة بس ما المتابعة محافظة بيها 24 نهران محافظة وإضافة إلى روافد الكادر الزراعي أو الموظف بالري ما يقدر يتواصل بكل الوقت. ندعو من الفلاحين شوية يراعون هدر المي.